من مرج عيون جنوب لبنان ينضم إلينا مراسلنا سلمان العنداري. سلمان، نطلع منك على الأوضاع على الجبهة الجنوبية للبنان اليوم بعد هذه الاستهدافات، وأيضا كيف تنسحب على الموضوع السياسي، خصوصا مع معلومات عن أنه الرد اللبناني على المبادرة والورقة الفرنسية بات جاهزا والرد مبدئيا سيسلم خلال ساعات، هل هناك أي تفاصيل إضافية؟ نعم كارولينا، نبدأ بالملف الميداني على الأرض. هناك تراجع في منسوب العمليات إن كان لجهة حزب الله أو إسرائيل، الغارات مقابل العمليات التي يقوم بها حزب الله. صباحا رصدنا قصف مدفعي في مناطق في القطاع الغربي في جنوب لبنان، خصوصا في طير حرفة والنقورة والظهيرة وجبل بلاط في تلك المنطقة، قصف مدفعي إسرائيلي مقابل إطلاق صاروخ مقابل بلدة الظهيرة على موقع عسكري إسرائيلي على ما يبدو قبل نحو ساعة. عند الساعة الثانية بعد منتصف الليل حزب الله نفذ عملية ضد موقع إسرائيلي، تجمع لعسكريين إسرائيليين في موقع بياض بليدة، إضافة إلى غارات كانت سبقت هذه العملية في ساعات المساء من الجانب الإسرائيلي على عدد من البلدات في القطاع الغربي والقطاع الأوسط بالتحديد مارون الراس. نتحدث عن مركبة، نتحدث أيضا عن بلدات أخرى، ولكن منسوب هذا التوتر تراجع في الأيام القليلة الماضية، وإن كانت الغارات استمرت وعمليات حزب الله أيضا استمر. فيما يتعلق بالموضوع السياسي، ربما ما يحدث على الأرض يرتبط بالموضوع السياسي كما قلت. هناك معلومات بأن الجانب اللبناني تسلم هذه الورقة، حزب الله أيضا اطلع على هذه الورقة، وربما الرد يكون جاهز، ولكن بحسب ما قاله رئيس مجلس الوزراء قبل يومين بأن بحث الأوراق، أوراق التفاوض أو أوراق خفض التصعيد سيكون مهما بعد انتهاء الحرب في غزة أو بعد التهدئة في غزة، وبالتالي هناك ربط على ما يبدو بين التهدئة في غزة والتهدئة في جنوب لبنان، وبالتالي في حال كان هناك رد لبناني على عكس ما تقوله بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية سيكون جاهزا ربما في حال حصلت تهدئة واسعة أو طويلة الأمد في قطاع غزة. هذا الأمر سينسحب بطبيعة الحال على لبنان وسيتيح للطرف اللبناني والطرف الإسرائيلي بشكل غير مباشر التفاوض وخفض نسبة التصعيد تمهيدا لوقف الأعمال القتالية بشكل كامل، عودة السكان، البدء الحرفي بتطبيق القرار 1701، وربما إرهاصات هذا التبريد على الجبهة. التأكيد الفرنسي عبر الرئيس الفرنسي ومستشار الرئيس الفرنسي بدعم الجيش اللبناني وأيضا بدعم انتشار الجيش اللبناني هنا على الجبهة الجنوبية، وهي أيضا مطالب إسرائيلية ومطالب أممية بضرورة خفض التصعيد وتعزيز الجيش اللبناني مقابل انسحاب قوات حزب الله، قوات النخبة من الخط الأزرق شمالا إلى حين وقف الأعمال القتالية بشكل كامل وعودة الأمور إلى مسارها. ولكن بطبيعة الحال ننتظر ما يحدث من محادثات واتصالات فيما يتعلق بقطاع غزة في الأيام وربما الساعات القليلة المقبلة، وستنعكس بطبيعة الحال على الجبهة اللبنانية. إشارة أخيرة، لأن نائب أمين عام حزب الله كان قال بالأمس بأن حزب الله مستعد لأي حرب، ولكن ليس من مصلحة حزب الله أن يقوم بحرب واسعة، ولا يوجد أيضا مصلحة إسرائيلية باندلاع حرب واسعة في الجنوب اللبناني، وهذا يعكس أيضا التراشق الكلامي بين إسرائيل وحزب الله بين التهديد وبين التهدئة إن صح التعبير في بعض الحالات. خصوصا سلمان وأنه جانب حزب الله يربط منذ اليوم الأول أي حديث عن أي اتفاق بما يجري في غزة، حتى لو كنا نسمع من الجانب الإسرائيلي بأنه لن تنسحب أي هدنة بالضرورة على الجبهة الجنوبية للبنان. ولكن هنا كيف يتم التفاعل أيضا في المناطق الجنوبية مع كل هذه التطورات؟ يعني هل ذلك تلمس راحة لدى الأهالي أم أنه لا تغيير في الرأي العام في هذه المناطق؟ الحظر يسيطر هنا على الأجواء وعلى البلدات الجنوبية كارولينا. الأهالي يقولون بأنهم بالفعل يريدون الهدوء، يريدون العودة إلى منازلهم، يريدون الاستقرار على الجبهة الجنوبية، ولكنهم ينتظرون. كنا قد شهدنا في الأشهر الماضية فترات من الراحة أو فترات من الهدوء على الجبهة، ولكن سرعان ما تشتعل هذه الجبهة الجنوبية بالعمليات والغارات والقصف المستمر الذي يتواصل لساعات وأيام عدة، وبالتالي هناك ترقب حذر. الكل يريد هدنة مع غزة أو في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، لأن ذلك سينسحب بطبيعة الحال على الجبهة اللبنانية. ولكن إذا ما نظرنا اليوم على الجبهة، على القرى الحدودية، القرى الحدودية فارغة تعاني من هذه العملية، من هذه المواجهات التي يعني دخلت الشهر الثامن
وهذا الأمر يتعب السكان، ولكن هناك تفاؤل إن صح التعبير. ربما أي تهدئة ستنسحب على الجنوب، سيعود الأهالي إلى الجنوب، السكان إلى الجنوب، الحركة الاقتصادية التربوية وأيضا الحياة الطبيعية لسكان الجنوب الذين يعيشون توترا طويلا ويعني يشاهدون بأم العين الطائرات الاستطلاع، الطيران الحرب الإسرائيلي يوميا، والقصف الذي يستهدف كل هذه البلدات على طول الشريط الحدودي في الجنوب اللبناني من القطاع الأوسط وصولا إلى القطاع الشرقي والقطاع الغربي. شكرا جزيلا لك سلمان العنداري مراسلنا من جنوب لبنان على نقل الأوضاع الميدانية وأيضا على متابعة كل التطورات فيما يتعلق بأي اتفاق. شكرا جزيلا.